مرحبا بكم. في هذه الحلقة ستشاهدون العديد من الأحداث المدهشة التي رصدتها الكاميرات. مشاهدة ممتعة. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ قد لا تكون هذه السرطانات خطيرة لكنها مخيفة. إنها لحظة وصول آلة حفر الأنفاق إلى نقطة النهاية. بفضل هذه الآلة يمكن مد العديد من الأنفاق تحت الأرض. هل رأيتم شجرة طائرة من قبل؟ لا داعي للذعر، هناك رافعة في الخلف. كان ذلك الانفجار قوياً. عليه التأهب للهروب بعد كل ضربة. لا نعتقد أن قطع الطريق في الأسفل هو جزء من الخطة. يمكنه التفوق على المعز الجبلي بسهولة. This guy's adrenaline level must have gone off the charts. حدث خطأ ما أثناء تثبيت هذه المدخنة الضخمة. يبدو أن البساط الطائرة حقيقي، لكنه ليس مقاوما للاحتراق. من أصعب المواقف التي قد يعيشها طاقم الغواصة هو أن تعلق الغواصة وسط الجليد. تبدو مثل سفينة قراصنة حقيقية. لن يجرؤ أحد على الاقتراب من هذه الأسلاك الشائكة. يستعيد النحاس لونه الأصلي بعد تبريده في الماء. المهمة سهلة، العبور إلى الجانب الآخر دون أن يبتل حذاؤك. وحدهم مستخدم متر الأنفاق يستمتعون بهذا المشهد. ينقصهم جزء صغير لتوصيل الأنبوبين، لكنها ليست مشكلة. لابد أنكم سمعتم عن العواصف المغناطيسية من قبل، والآن أنتم ترونها. هل لديكم فكرة عما يوجد تحت الماء؟ إنه ثعبان ضخم وهو يرفض المغادرة.
سوف تصلك الوجبة التي طلبتها مهما كانت العوائق. يتم تدريب هذا القارد على البحث عن الألغام. إنهم محظوظون لأن الدب يطلب الطعام بلا باقة. هل تشعرون أيضاً براحة نفسية عند مشاهدة الجليد وهو يتحطم بهذه الطريقة؟ من الجميل رؤية صاروخ ينطلق نحو الفضاء، والمشهد يصبح أجمل مع غروب الشمس. يبدو هذا الثعبان الصغير لطيفاً. خدمات التوصيل انتقلت إلى مستوى جديد. بهذه الطريقة لن يستغرق تعبيد الطريق الكثير من الوقت. تم التخلص من الجسر بضغطة زر. هذا الكائن المرعب هو مجرد كلب بدين. لو لم يحصل الطائر على المساعدة لبقي عالقا هناك إلى أن يموت جوعا. لكن ماذا عن هذا الكائن؟ هل هي بيضة ضخمة؟ قنفذ بحر عملاق؟ أو ربما كائن فضائي؟ إذا كانت لديكم فكرة فشاركونا بتعليقاتكم. لا داعي للذعر، تلك الأطراف التي تمتد من تحت الماء هي قرون استشعار الجمبري. بغض النظر عما يوجد تحت الماء، لا ننصحكم بإدخال أيديكم هناك. عليها تسريح شعرها بعد كل رحلة. من النادر أن يخطئ النسر هدفه. يحاول الكلب مساعدتهم معنوياً على الأقل. هل تعتقدون أن تلك المناورة كانت متعمدة؟ أم أنه مجرد حادث؟ من الواضح أن الطيار مستمتع بعمله.
لا نعتقد أنكم ستفعلون هذا بسياراتكم. من الأفضل أن لا يتدخل الصغير فيما لا يعنيه. تدرب الكلب كثيرا على القفز، والنتيجة أمامكم. بتسريع الحركة قليلا ستبدو تلك السحب وكأنها شلال. هل شاهدتم عملية تفجير نهر متجمد من قبل؟ هنا تم استخدام حوالي 300 كيلوغرام من المتفجرات للتخلص من الجليد الذي قد يسبب ضرراً للجسر المجاور. لا يحتاج لحلبة تزلج حديثة لإبهارنا. ذلك ليس شلالاً طبيعياً، بل إنها محطة كهرومائية في بيرو. تنقلب الجبال الجليدية عادة بعد ذوبان أجزاء منها، مما يؤدي لفقدان توازنها. قد تعتقدون أنه مسار تزحلق مائي، لكنها مجرد قناة مخصصة للزراعة. من الأفضل لهم الهروب بدلاً من التوقف للتصوير. قد تعتقدون أنها وسادة ناعمة وطرية، لكن المظاهر تخدع. كان بإمكانهم إرسال فرد واحد من المجموعة لتفقد الأوضاع، لكنهم يحبون العمل الجماعي.
لست بحاجة لبناء منزل فاخر للحصول على مسبح فوق السطح، المهم أن تستمتع بوقتك حسب قدراتك. نفذ الحنكليس محاولة هروب فاشلة. يجب إخباره بأن التدخين مضر بالصحة. لديه طريقته الخاصة لتجنب تبذير الماء. يتطلب تنظيف هذا القط يوما كاملا. يعاني سكان نيويورك من رهاب فريد من نوعه، إنه رهاب سقوط المكيفات الهوائية من المباني الشاهقة. العلماء بحاجة لدراسة مدى قدرة الدجاج على الطيران مرة أخرى. حصول كل أفراد القطيع على نفس اللون مثير للاهتمام. هذه هي أجمل بصمة إصبع قد ترونها. أنقذ الرجل هذا الطائر من الموت منذ وقت طويل، وهو الآن يرافقه في كل مكان. من المؤسف أن يلقى الحوت الضخم هذه النهاية. من السهل معرفة روايتهما المفضلة، إنها رواية علاء الدين. يحاول هذا الرجل تجسيد المفهوم الحقيقي لطعام الشوارع. ترفض الفتاة تضيع أي دقيقة من وقتها. نعتقد أنه اعتاد على تقديم الطعام للبط كل يوم. ربما تعتقد أن الأموال متواجدة خلف الشاشة مباشرة. قد يسبب هذا الدراج الكثير من الحوادث على الطريق. تراكم الأسماك بهذا الشكل على الشاطئ قد لا يكون دائماً أمراً جيداً. يمكن أن تكون الأسماك مصابة بتسمم. يؤكد العلماء أن الدبابير بمختلف أنواعها قادرة على تذكر وجوه البشر، أي أنك إذا أزعجت الدبابير فإنها ستكون قادرة على البحث عنك والانتقام منك. ما رأيكم؟ هل تصوير المشهد من طرف طائرة درون أو من طرف مصور شجاع جدا؟ هنا تنتظر الأفعى الضخمة فريستها. ليس البشر وحدهم من يستمتعون بالقفز في الماء. ينفق هذا الرجل الكثير من الأموال لتطوير اختراعاته المذهلة.
العثور على أفعى بهذا الحجم في منزلك سيجعلك تفكر بالانتقال إلى منزل آخر. نتساءل كيف لم تحترق يده داخل الزيت المغلي؟ لن يرغب أحد بالمرور عبر هذا الشارع. من الواضح أن السمكة تعاني وتريد العودة إلى الماء فوراً. لا يرتدي زياً تنكرياً، بل إنه بائع دمام متجول. مكيف الهواء في هذه الطائرة بحاجة إلى صيانة. من المرعب مشاهدة كل هذه العناكب على الشاشة، فماذا لو حدث ذلك في منزلك؟ لدينا هنا مشهد آخر لمن يعانون من رهاب العناكب. ستقوم بتفقد كل شيء قبل ارتدائه بعد أن تشاهد ما حدث هنا. لابد أنه ندم على فتح فمه. قرر الكلب إحضار هدية صغيرة لأفراد الأسرة. صحيح أنه لا يجيد الطبخ، لكنه وجد طريقة أخرى لاستخدام أدوات المطبخ. لا ننصحكم بإزعاج رجل لديه جيش من الأفاعي. أهم شيء هو أن المركبة ما زالت قادرة على التحرك. يمكن القول بأنه نام سعيداً. لا شيء يمنع العمال من تناول وجبة الغذاء في وقتها. لا أحد يتوقع العثور على أفعى داخل الثلاجة، لكن ذلك وارد الحدوث.
ربما يحاول القرش الاسترخاء بهذا الوضع. ما تفعله الفتاة يستحق التقدير، رغم معاناتها من قصر النظر إلى أنها تبذل جهدها للعثور على حاوية القمامة. يخوض سكان هذا المنزل حرباً يومية ضد الحشرات. إنها فكرة مناسبة للسائقين أصحاب السيقان الطويلة. وصل البطيخ إلى مرحلة متقدمة من التعفن، تلقى هذا الكلب تدريبا جيدا، إنه أغرب حصان قد تشاهدونه في شوارع المدينة. أثار مكيف الهواء إعجاب الكلب. من الواضح أنه معجب بشخصية دوبي من رواية هاري بوتر. لا حاجة لزيارة طبيب الأسنان. بهذه الطريقة يحاول الكلب إخفاء شريكه الجديد في السكن. رغم حجمها الصغير إلا أن السيارة تبدو رائعة. سيخسرون الكثير من الزبناء بسبب تصرفات هذا الرياضي. ما يحدث دليل على أنها تدربت بجد. لا بد أنه يتقاضى أجراً مرتفعاً لتأدية هذا العمل الخطير. حتى الطيور يمكنها أن تكون صديقة للإنسان. ما رأيكم؟ هل تعتقدون أن تلك النبتة قادرة على إنتاج الأكسجين الذي يكفي إنساناً بالغاً؟ لا حاجة لاستعمال الطلاء لتزيين واجهات المباني، يمكن استعمال الأضواء وأجهزة العرض فقط، والنتيجة أمامكم. هنا تشاهدون كيف يقوم الإنسان بابتلاع الطعام.
هذه السمكة هي سمكة الهوبولولاتيلوس، وهوايتها المفضلة هي تغيير لون جسمها. خلال هذه الثواني القليلة تم إطلاق 181 طلقة، ذلك ما يمكن للمدفع الرشاش المثبت على طائرة F-35A فعله. ما ترونه ليس مشهداً من أحد أفلام الخيال العلمي، إنها ظاهرة الرفع المغناطيسي، وهي ظاهرة تجعل الأجسام ترتفع في الهواء تحت تأثير حقل مغناطيسي، وهي لا تؤثر على ذوق الطعام، سترغبون بطهو طعامكم هناك. هذه ليست آلة حربية، هذه الآلة مخصصة لإطلاق القذائف الخاصة بإخماد الحرائق. فتحتوي تلك القذائف على بعض المواد التي تمنع انتشار النار وتسهل عملية إخمادها. هذا ما يحصل داخل جهاز الرنين المغناطيسي أثناء فحص الجسم. يقال أن التواجد داخل هذا الجهاز مرعب جدا. ما ترونه حقيقي جدا، إنها مزرعة عقارب، فقد تمت تربيتها للاستفادة من سمها في الصناعات الصيدلية. هل اعتقدتم أيضاً أن هذا الشاطئ حقيقي؟ إنه شاطئ افتراضي تم صنعه بفضل شاشات عملاقة، والجلوس أمامه يعطي شعوراً جيداً جداً. سينال هذا العمل الفني إعجاب عشاق المطالعة. قد يبدو إنساناً حقيقياً للوهلة الأولى، ولكنها مجرد دمية. هذا العمل الفني أكثر من رائع. وجد هذا الرجل طريقة رائعة جداً لتنظيف أرضية الورشة من برادة الحديد التي تتناثر أثناء تقطيعه. هل لديكم فكرة عما تشاهدونه الآن؟ عملية تشغيل مفاعل نووي ليست مرعبة كما يعتقد البعض.
إيصال مفاعل نووي إلى حالته الحرجة يحرر ما بين 500 إلى 1000 ميجاوات. أما اللون الأزرق فينتج عن حركة الإلكترونات في الماء. إنه أصغر حاسوب في العالم، وقد تم تصميمه من طرف أحد المهندسين خلال بضعة أيام فقط. وهو يؤدي كل الوظائف التي تؤديها الحواسيب العادية. سيحب أطباء الأسنان هذه الأداة الرائعة. هل يمكنكم التعرف على هذا الكائن؟ سيسمع هذا القط الأصوات التي تصدرها أكياس الطعام عند فتحها من مسافة بعيدة جدا. هذه النظارات ستحافظ على خصوصيتك أثناء استخدام الهاتف. إذا كنتم تعتقدون أن هذه الديدان سيتم استخدامها في الصيد، فذلك غير صحيح. إنها وجبة لبعض الأشخاص. هل لديكم فكرة عما يحصل داخل هذا الجذع المقطوع؟ إذا كانت لديكم فكرة فأخبرونا في التعليقات. هل فكرتم من قبل كم عدد القطع التي يتكون منها محرك طائرة مصنع من طرف شركة رولز رويس؟ إنها أكثر من 20,000 قطعة. يمكن لهذه الأداة رفع أي شيء منسكب على الطاولة. عليكم إيقاف هذا الرجل قبل أن يكتشف قانون فيزياء جديد. إذا حلمت يوما بالتواجد داخل رسمة، فهذا العمل الفني سيحقق حلمك. المثير للاهتمام هو أن هذا العمل تم إنجازه بواسطة ورقة، قلم رصاص، وهاتف ذكي. لا داعي للقلق، ما يتدفق داخل هذا الثوب الغريب هو طلاء وليس دماء حقيقية. يمكن التقاط بعض الصور الفنية الرائعة داخل منزل مهجور.
كل ما يتطلبه الأمر هو بعض الأضواء والكثير من النشاط. لا يجيد مهندسو شركة مرسيدس صنع السيارات فقط، بل حتى الساعات، وهذه الساعة يمكن العثور عليها في أحد مقرات الشركة. لن يحتاج أحد للشاشات العملاقة مع هذه التقنية الجديدة، سوف ترغبون الآن باقتناء هذه المراوح. هذه التجربة تجربة برج تسلا، وهي تجربة لتوضيح إمكانية نقل الكهرباء دون أسلاك. هذا العمل الفني لن يدهشكم بتفاصيله فقط، بل بطريقة صنعه أيضاً. إنه مصنوع بالكامل من الورق، وهذه الفتاة ستحصل على جائزة أفضل قناع تنكري. هذه المساعدة الافتراضية لن تساعد في اختيار المنتجات المناسبة في المتجر، ولكنها قادرة على الترحيب بالزبائن. يستحق جائزة أفضل تسريحة شعر لهذا العام. الفن الحديث يمكن أن يكون طريفاً للغاية في بعض الأحيان. إلى هنا أعزائي متابعي قناة هل تعلم الأوفياء، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إذا أعجبكم وتريدون المزيد من هذه الفيديوهات، اضغطوا على زر لايك وأخبرونا في التعليقات، ولا تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالفيديو القادم. نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.